خارج الملعب 4-2، خطأين على التوالي على منتخب أذربيجان، وأيضا في حائط الصد إعداد منتخب أذربيجان وضرب ساحق الشوط الأول حتى الآن، وكرة أخرى أيضا جدا الآن في كرة صعبة وتخلصها. نعم منتخب الأذربيجان ماشي. إذن لاحظ أنا إرسال ألماني إعداد منتخب أذربيجان، كرة تغطية جميلة جدا من لاعبة الليبرو، تعاد هذه الكرة وتتحول وقوية جدا. نعم في حق إعداد وماما دوفا عملاقة المنتخب الأذربيجاني، هذه 14 وفي حائط الصد وإلى خارج، هذه ممكن وتحولها. نعم تحولها وبقوة ماما دوفا، تضرب في حائط الصد وإلى خارج الملعب. إعداد ماما دوفا تضرب بقوة في حائط الصد. لا هذه اللي على الإرسال الآن، إرسال هجومي ونقطة أيضا من الإرسال. إعداد وسهلة وبسهولة. نعم بخبرة ماما دوفا في حائط الصد. المنتخب الألماني وتضرب الآن من الخط الخلفي، تتدخل ماما دوفا في افتتاح البطولة اليوم، سيكون مبسط بأبو ظبي التي تتواصل في نجاحاتها أيضا وفي ترجمة أهداف الهيئة. فروتس ترسل ماما دوفا وحائط الصد والكرة تلامس. نعم حائط الصد، استقبال ارسال قوي للفريق الألماني وسريع جدا حولها الفريق الأذربيجاني من فوق. الألماني الآن كان ماما دوفا مرة أخرى أيضا، شوف الفريق الألماني يدافع في كل مكان ولكن نادي الكرة ماما دوفا ودفاع رائع جدا، ولكن وين كرة قوية جدا، كرة قوية.